تعال ناخد بعضنا ونرجع مرة تانية لجمهورية مصر العربية، وتحديدا أهالينا في سيناء. أهالينا في سيناء اللي الحقيقة بدأوا بالفعل يحصلوا على عقودهم المؤمنة، وبعتين رسالة شكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. معانا من أهالينا في سيناء الأستاذ إبراهيم سليمان من أهالي سيناء والحاصلين على العقود المؤمنة. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. عامل إيه؟ كله تمام؟ الحمد لله في نعمة وفضل الله. أهالينا هنا في القاهرة هيسألوا هيقولنا إيه هي العقود المؤمنة؟ والله يا فندم العقود المؤمنة، احنا اولا بنشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبنشكر القوات المسلحة على الجهد المبذول في محافظة شمال سيناء وخاصة منطقة رمانة وبير العبد، نظرا للظروف اللي مرت بها المنطقة طبعا. والمجهودات اللي والتضحيات اللي قدمتها القوات المسلحة للناس في المنطقة. صحيح. وثانيا احنا بنشكر توجه الدولة المصرية نحو تسليم الأراضي للشباب في المنطقة والتوعية بحجم احتياجات الدولة المصرية للحاصلات الزراعية، ونتمنى بإذن الله الاستمرار الدعم من خلال الدعم في المبيدات والأدوية والتوجيهات الزراعية إن شاء الله بإذن الله. لا خليك واثق من ذلك يا أستاذ إبراهيم، كل الأمور هتوصل، وده حق أهالينا في سيناء علينا كلنا. وبالتالي الدولة بتتحرك في سيناء. لسه كنا امبارح شايفين اجتماع ما بين فخامة الرئيس ورئيس جهاز المخابرات العامة ووزير الدفاع ومحافظ شمال سيناء، يعني اهتمام بتنمية شاملة كاملة لسيناء غير مسبوق الحقيقة. الحمد لله احنا لأول مرة بيحصل العقود مؤمنة لأهالي شمال سيناء، وده ما حصلش قبل كده، فبالنسبة لنا ده في حد ذاته إنجاز كبير إن احنا أولا الأرض أرض مصرية وإحنا أبناء مصر وإحنا جزء من مصر، مما لا شك فيه وجزء عزيز وغالي جدا على مصر وعلى كل المواطنين المصريين. نقول مبروك العقود، ونقول انه ان شاء الله قريبا هيبقى في المزيد من التسليمات كمان، ورجاء صوت ما يوصل للسيد الرئيس، واحنا بنشكره وبنشكر القوات المسلحه على الجهد المبذول مره ثانيه. باذن الله الشكر دايما موصول، والشكر ربنا سبحانه وتعالى. بشكرك جدا استاذ ابراهيم سليمان من اهالينا في سيناء الذين حصلوا على عقودهم النهائيه المؤمنه المتعلقه بالتملك.